اهلا بحضراتكم من جديد. دايما عندنا في برامج الاشبال فقره بنخصصها ازاي نستفيد من الخارج، ازاي نستفيد من المدارس الاخرى، خاصه لما بنتكلم عن المدرسه الايطاليه والمدارس الكبرى في كره القدم في العالم، وايضا نادي اليوفي اليوفنتوس من المدارس الكبيره جدا برضو. معانا عبر سكايب من ايطاليا مستر فيليبو فوسكو مدير قطاع الناشئين بنادي اليوفي. بنرحب بيك مستر فيليبو على قناه الاهلي. مساء الخير، مساء الخير للجميع. شكرا لتوجيه الدعوة، وأنا سعيد جدا، سعيد بتواجدي على شاشة أحد الأندية، أهم الأندية في العالم، لأن الأهلي هو بطل أفريقيا والأعظم في أفريقيا والوطن العربي. وأستغل هذه الفرصة وأتمنى أن يفوز النادي الأهلي، وحظ سعيد في مباراة الديربي القادمة الخميس القادم أمام الزمالك. وأعتقد وأتمنى أن يقدم الأهلي أداء عظيم يعيد لنا الأذهان لنهائي 2007، استغلال الفرصة مع الكابتن أسامة حسني. إحنا اللي بنرحب بيك وبنشكرك، وإن شاء الله يعني يكون النادي الأهلي موفق يوم الخميس، ووشك حلو معانا. فرصة مستر فيليبو وأنت موجود معانا، ونحن نستفيد من المدارس الأخرى. نادي اليوفنتوس من الأندية الكبيرة الموجودة في العالم، كيفية العمل داخل قطاع الناشئين بنادي اليوفي؟ العمل سواء فني سواء بدني سواء تغذية، كل الأمور المختصة بقطاع الناشئين. بالنسبة لي أعتقد أن المدرسة الإيطالية أحد أفضل المدارس الأوروبية بل العالمية بالنسبة لقطاعات الناشئين، لأننا هناك نعمل بنظام كبير ونعمل بطريقة مختلفة عن جميع الطرق. وكما ذكرت بالنسبة لقطاع الناشئين في اليوفي، بالنسبة لتجربة العظيمة مع اليوفي وقطاعات الناشئين تحت 20 و19 سنة، أعتقد أن كانت هذه أفضل في مسيرتي، لأن اليوفي لديه مشروع كبير، والمشروع يبدأ دائما من الناشئين ويبدأ من قطاع الناشئين والاهتمام بهم. لذلك هنا في اليوفي كل يعرف طبيعة عمله الخاص، ولا أحد يتعدى ولا يتدخل في أمور الآخرين. أهم شيء بالنسبة لنا أننا استفدنا في الأيام الأخيرة والسنوات الأخيرة من المدرسة الإسبانية، لأن الكرة الإسبانية كرة كبيرة وكرة عظيمة بالنسبة أيضا لمدارس الكرة. وأعتقد أن اللعب الإيطالي أصبح الآن يتطور نسبة أيضا إلى المدرسة الإسبانية. أنا أقول ذلك لأن هذه هي الحقيقة، لأن الكرة الإيطالية كانت دفاعية كبيرة جدا في السنوات الكبيرة الماضية. لكن نصيحتي لكل رؤساء ومديري الأكاديميات ومديري قطاع الناشئين أن يخلقون أجواء عظيمة في القطاع، وأن يكونون بالقرب دائما من اللاعبين الناشئين. شيء مهم جدا ان حضرتك يعني بتثني على المدرسه الاسبانيه وما فيهاش كسوف، يعني خاصه ان الكره الايطاليه من يعني المدارس الكبيره جدا في اوروبا. عمليه انتقاء اللاعبين داخل اليوفي ازاي بتتم، وازاي اختيار اللاعبين المواهب اللي بيمثلوا نادي اليوفنتوس، سواء في اللاعبين يعني الاشبال الصغيرين؟ طيب ذكرت أحد أهم الأشياء، وهي عملية اقتناء وتفريغ اللاعبين، وهو شيء هام جدا. وأهم شيء هو أهمية اختيار اللاعب. بالنسبة لي كمدير رياضي وقطاع ناشئين في نادي اليوفي، أتحدث دائما مع جميع القطاعات المختلفة، جميع المديرين الفنيين، ويجب أن نعلم مدى احتياج كل فريق وكل قطاع، وعلى ذلك نقوم باختيار الأشياء الهامة. وهذا معناه عندما نكون باحتياج إلى مهاجم، يجب أن ننظر أننا نريد مهاجم، لا نذهب لاختيار وسط مهاجم أو وسط مدافع أو جناح أو مدافع. إذن يجب عليك الاهتمام باختيار الشيء الذي يريده الفريق. الطريقة العشوائية ستكون ظالمة وستكون سيئة وقد تضر أيضا بالفريق. ويجب أن ننظر إلى إمكانيات كل لاعب، إمكانيات كل لاعب وتوظيفه. هذا من الممكن أن يوظف مهاجم، الآخر قد يلعب مدافع، الآخر قد يلعب وسط، وهي أهمية مهمة جدا. ويجب أن تكون هناك العين الصحيحة والعين الذي ترى، وهذا ما يدعى الكشاف. الكشافين هنا في أوروبا عظماء وعظماء جدا، ولا نعترف دائما بالأسماء الكبيرة، لأن الاسم الكبير كان صغيرا قبل أن يبدأ وقبل أن يكون كبير. هناك العديد من الشباب، ونذهب إلى مراكز الشباب، أي
نعم مراكز الشباب لا تستغرب ذلك، لأن مراكز الشباب لديها العديد من اللاعبين الناشئين أفضل من لاعبين يتقاضون الملايين في فرق الشباب وأيضا في الفرق الكبرى. إذن يجب أن تكون هناك عين كبيرة من أجل الاختيار، وده شيء مهم جدا أنك أنت بتنزل في كل حتة في إيطاليا أو في أوروبا عشان انتقاء اللاعبين. ممكن نشوف اليوفي بيعمل مدارس في أفريقيا، في غانا، في نيجيريا، خاصة أن الدول دي برضو مليئة بالمواهب وأفريقيا غنية بالمواهب. ممكن نشوف الكرة الإيطالية أو اليوفي خاصة بينزل أفريقيا بيعمل مدارس عشان انتقاء اللاعبين في الصغر برضو، ولا موجود بالفعل؟ ما سيكوندو مي بالنسبة لي قارة أفريقيا هي القارة المستقبلية لكرة القدم، قارة المستقبل، لأن كرة أفريقيا والقارة عظيمة لديها العديد من اللاعبين ولديها العديد من المواهب، وأنت ترى كمية اللاعبين الأفريقيين في جميع الدوريات الأوروبية ليس فقط في الدوريات العربية، ولهذا قارة أفريقيا تحظى باهتمام كبير من جميع المديرين الرياضيين ومن جميع الكشافين ومن جميع السكاوتين، وأعتقد أن هناك مشروع كبير سيتم الكشف عنه في الأيام القادمة، قد يكون كشفت عنه الآن، قد يكون في السنغال. السنغال نحضر شيء كبير، لأن السنغال دولة عظيمة ولديها العديد من اللاعبين ومن المواهب، قد نقوم بعمل كبير في قارة أفريقيا من خلال دولة السنغال ودولة أخرى. ولا أحد يريد أن ننكر اللاعب المصري والشاب المصري، هناك العديد من الأفكار قد يتم تطبيقها أيضا ليس فقط في السنغال ولكن في الوطن العربي، وعندما نكشف عن ذلك سوف يكون من خلال برنامجه. وأعتقد بالنسبة لتوجيه السؤال، بالفعل نفكر في العديد من المواهب، لأننا رأينا مثال كبير للاعب المصري مثل محمد صلاح الذي بدأ في سويسرا وانطلق من هناك، وهذا يدل أن اللاعب العربي لديه إمكانيات كبيرة وإمكانيات عظيمة، ليس فقط اللاعب المصري ولكن اللاعب الأفريقي بوجه عام. لذا قارة أفريقيا تحظى باهتمام كبير ونحترمها احتراما كبيرا جدا، ونحترم اللاعب الأفريقي. اللاعب الأفريقي الآن أغلى وأفضل من لاعبين كثيرين في أوروبا، ولهذا بالطبع ليس فقط اليوفي ولكن أندية كبيرة وعظيمة تفكر في عمل بيزنس كبير وعمل مدارس للكرة في قارة أفريقيا، لأن هذا سيقلل من الأشياء العديدة المادية بالنسبة لنا داخل القارة. أبرز المواهب الكبيرة اللي اكتشفها مستر فيليبو في مسيرته. بالنسبة لي هناك العديد من اللاعبين في نابولي، وأعتقد أن هناك بعض اللاعبين البرازيليين سوف يتم الكشف عنهم في الأيام القادمة. للأسف لا أريد أن أذكر بعض الأسماء لأن هذا أشياء خاصة بالماركتينج والصفقات، وأعتقد أن هناك لاعب يشبه رونالدينيو سيخرج إلى الأضواء من خلال اليوفي ومن خلال الدوري الإيطالي في الأيام القادمة. وبالنسبة لي هناك بعض المواهب التي كنت اكتشفتهم، دي لورينزو في جافاني وباجو، لأن باجو كان بداياته معنا وبعد أيضا من بريشا، وكنت هناك مدير رياضي في هذه الأيام. رونالدينيو أيضا كنت شاهدته قبل أن يبزغ في باريس سان جيرمان. هناك العديد من اللاعبين الذين اكتشفتهم أيضا عندما كنت كشاف وسكاوتينج في باريس سان جيرمان. هناك عديد من اللاعبين أيضا تم اكتشافهم في أكاديمية ليفربول وقمنا بتسويقهم وجنينا العديد من الأموال، لكن بالنسبة لي كان رونالدينيو الأبرز الذي اكتشفته من خلال تواجدي في باريس سان جيرمان كأحد كشافين النادي الباريسي. وبالنسبة لي أقول لكم من خلال برنامج الأشبال، انتظروا العديد من المواهب في قطاع اليوفي، لأن اليوفي في الأيام القادمة سيعتمد على قطاع الناشئين ولم يقوم بصرف الأموال، لأن لدينا العديد من المواهب والجواهر الإيطالية التي ستخرج للعالم، وهذا يدل على شجاعة قطاع الناشئين في اليوفي وشجاعة رئيس النادي
لأن هنا نعمل تحت أجواء عظيمة وأجواء جميعا نحظى بثقة المدير الرياضي والمدير الفني ورئيس النادي، ولهذا هم يثقوا فينا ويثقوا في اختياراتنا، وهذا الشيء الهام يجب أن يتم عرضه من خلال قناة الأهلي وبرنامج الأشبال. يجب أن تثقوا في المدير الرياضي ويجب أن تثقوا في الكشافين، ولا يجب أن تعتمدوا فقط على صرف الأموال، لأن قطاع الناشئين سيوفر لك العديد من الأموال الكبيرة والأموال الطويلة التي تقومون بصرفها من أجل لاعبين. وده كلام مهم مستر، وده كلام مهم مستر فليب، وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخلة مهمة جدا استفدنا منها كتير، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم وحظ سعيد، حظ سعيد للكابتن أسامة حسنا، شكرا وكنت سعيد معكم. شكرا مستر فليب وفوسكو مدير قطاع الناشئين باليوفي، وكانت مداخله مهمه، وفي كلام وابرز الكلام ان دايما الانديه تعتمد على قطاعات الناشئين وكيفيه الانتقاء. نروح لفاصل، وبعد الفاصل ابن الاهلي الكابتن محمد شرف.